صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية على فيسبوك، معكم المحلل تكنولوجيا الظهرية. أهلا وسهلا فيكم هذه الجلسة الصباحية اللي رح نقوم فيها بتغطية مباشرة لمعظم العملات الرئيسية وسوق الفوركس وأسواق المال طبعا، لنقدر نستخرج منها بعض فرص الاستثمار الموجودة عنا من طبعا الرسوم البيانية باستعمال التحاليل التقنية. أوكي، وطبعا يعني ممكن خلينا نقول نقدر نستخرج بعض الفرص الموجودة عندي في سوق المال. طبعا في عندي بعض المخاطر اللي لازم نحذركم منها، وهذه المخاطر الموجودة عندنا طبعا في سوق الفوركس طبعا ممكن تكون مرتفعة، ومش جميع المتداولين أو المضاربين ممكن يقدروا يكونوا على علم على هذه المخاطر الموجودة. طبعا ممكن تأثر على رأس مالكم بشكل مباشر، وطبعا لازم تفكروا بعناية في أهداف التداول اللي عم تفكروا فيها، وطبعا لازم تكون مستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة عندكم موجودة قبل ما نبتدي بهذه الجلسة. طبعا خليني ابتدي بزوج اليورو دولار اللي او العمله الاوروبيه الموحده اللي هي طبعا عم تبتدي الارتفاع وعم تسجل خلينا نقول قوه على الدولار الامريكي. عنوان هذه الجلسه الاسترالي دولار. الاسترالي دولار هو طبعا من الليدنج كارنسيز او من العملات الرئيسيه اللي كانت تكون في البدايه اذا بدكم كليدنج او كعمله رئيسيه هي بتدير خلينا نقول الارتفاع والانخفاض في العملات الرئيسيه. فبهذه الحاله طبعا نتوقع انه لازم يكون عندي بعض الامور مثل خلينا نقول يعني مثل الاسترالي دولار او مثل الكوموديتي كارنسي يلقب بالكوميديتي كارنسي. هلا اذا في حال بدي انظر انا لليورو دولار واشوف ارتفاع الاسترالي دولار، اتوقع انه اليورو دولار طبعا لازم يزور مستويات القمه ال 114.50. بغض النظر عندي شغلتين ثلاثه اللي هي بيدعموا لي هذه النظريه، وكنت قلت لكم عليها في بدايه هذا الاسبوع اللي هو بجلسه امس. قلت لكم اولا عندي نمط الاحتواء اللي عم نشهده امامنا، وطبعا هذا نمط الاحتواء بيعطيني اشاره شراء على انه لازم هذا الارتفاع يبتدي ويوصل لاخر قمه انخفضنا منها. انما عندي يعني سيناريو اخر، طبعا هذه النمط الاحتوائي اللي هي الشمعه باللون الازرق ليحتوي الشمعه باللون الاحمر اللي قبلها، يعني سجلت مستوى اوطى من الشمعه اللي قبلها واغلقت فوق افتتاحها. بهذا السيناريو اعطيني انجلفنج باترن او تلقب بالانجلفنج باترن او النمط الاحتوائي، ومن ثم بنشهد بيرجع انخفاض بشكل مفاجئ. هذا الانخفاض هو فقط للذعر او للبانيك، هذا الشيء لازم نتعود له نحن بشكل يومي بسوق الفوركس خاصه. اهلا وسهلا فيكم، صباح النور، اهلا وسهلا فيكم وعليكم السلام. لكن عندي بعض الامور اللي هي ممكن لازم نتعود لها نحن كمحللين او كمضاربين. من وراء ارتفاع واشاره شراء على طول السوق ما بيرتفع بشكل مفاجئ، يعني حصلنا على اشاره شراء او نمط احتواء او انجلفنج باترن، بتلاحظوا انه من وراء ارتفاع طفيف جدا ابتدأ الانخفاض. هذا الانخفاض هو فقط للذعر او للبانيك. سوق الفوركس بيسجله على الرسوم البيانيه لاصابه خلينا نقول الذعر بين المتداولين والمضاربين، فبهذه الحاله بيخرجوا من مراكز الشراء ومن ثم بيرتفع السوق، وبكون السوق او خلينا نقول بقول المضارب والله انا كنت عارف انه لازم السوق يطلع ولكن ما استنيت عليه او ما انتظرته، فبهيدي الحاله ما بتكون استفدت من الارتفاع وجنيت بعض الارباح. ولكن لما تشهد او لما تشوف خلينا نقول نمط احتوائي لازم تعرض وقف خسارتك تحت اخر قاعه تسجل عندك، وبتنتظر الهدف اللي هو بتيك بروفيت اللي هو اخر كم انخفضنا منه. هلا بغض النظر عن هذا النمط الاحتوائي وهذا الهدف اللي ممكن نشهده على اليورو دولار وتسجيل خلينا نقول مستويات ال 114.50، لازم يكون عندي ايضا سيناريو اخر للنمط الراس والكتفين بالاتجاه المعاكس او الانفرس هيد اند شولدرز، اللي هو طبعا راح يكون عندي تقريبا قرب مستويات هذه المستويات اللي هي الانفرس هيد اند شولدرز. اوكي، فنتوقع انه لازم يكون عندي بعض الارتفاع بجلسات اليوم او غدا كحد اقصى لزياره مستويات ال 1200 وعفوا ال 1400 114 43 يعني او 114 50. هذا الارتفاع طبعا هذه المستويات مهم جدا لملامسه خطوط المقاومه او الميجر ريزيستنس الموجوده عندي. عم نشهد ارتفاع على العملات الرئيسيه، داخلين مراكز بيع على استرليني دولار، عندي بعض الخسائر فيها. الاسترليني دولار هو رسم البيان الاخر اللي بدي اشوفه. انا بالنسبه للمثلث اللي كنت عم بتكلم عليه، المثلث بيعطيني اشاره سلبيه. خليني اقول لكم بس السيناريو المفترض على استرليني دولار، بغض النظر عن المركز اللي داخلين فيه والخسائر هلا اللي عم نشوفها امامنا بهذا المركز، وطبعا انتم عارفين انه اداره المخاطر بالنسبه لهذا المركز ما تشوفوا انه اف عندي 390 دولار خساره، طبعا هذا الشيء ضخم. انا عم باخذ بالنسبه لراس مالي او للكابيتال اللي انا عم بتداول فيه، يعني للاشخاص اللي عم يدخلوا بمراكز صغيره طبعا الخساره اقل بكثير. اما بالنسبه لهذه السيناريوهات عندي ويف اي ويف بي لهذا القاع. اوكي، خليني بس حددهم.
عندي ويف اي اول ويف، عندي ويف بي خفضنا فيها لتسجيل تاني موجة. اوكي، في عندي 5 موجات ضمن المثلث، ويف سي بيرجع، ويف دي، وعندي ويف اي. ويف اي اي بي سي دي اي، ويف اي نتوقع زيارة مستويات في بوناتشي من اخر قمة لاخر قاع، مستويات خلينا نقول ال 50% او ال 61%. لان انا كنت متوقع انه الاسترليني، واذا بترجعوا بالجلسات لورا وبتتابعوا فيسبوك اوكي بتشوفوا انه انا كنت متوقع انه استرليني دولار يرجع يزور مستويات تقريبا ال 61 او ال 50% اللي هي قرب مستويات ال 129 40، وانتم كنتوا عارفين هذا الموضوع لانه عم بتكلم عليه بكل جلسه صباحيه. وانا من ورا بدايه او اختراق هذا القاع اللي هو قرب مستويات ال 127 02 اللي هي كانت فولس بريك اوت، وهذا الفولس بريك اوت ما ممكن نشهده غير بشهر ديسمبر. وبرجع بقول لكم طبعا هذا الفولس بريك اوت هو اللي اعطاني اشاره انه لازم ادخل بمراكز بيع، ودخلت بمراكز بيع. طبعا خطأ، كان لازم ننتظر نحن ويف A B او W X Y ارتفاع لزيارة مستوية ال 129 50 129 70، ومن ثم دخول بمراكز بيع وبداية الموجة الاندفاعية بالاتجاه الهابط. فأتوقع هلا ومع ارتفاع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي ممكن أتوقع ارتفاع استرليني دولار لزيارة هذه المنطقة قبل ما نبتدي بموجة اندفاعية أو بالاتجاه الهابط على المدى القريب. فطبعا الاختراق أو الفولس بريك أوت اللي شاهدناه اختراق هذا القاع هو يلقب بالريجولر ويف أو موجة الريجولر، اللي طبعا نتوقع أنه ممكن يعني يكون عندي بعض السيناريوهات المفترضة اللي هي تكسر قاعان معين وتبتدي بالارتفاع بالموجة الثالثة. فطبعا يعني استاذ كارم، طبعا انت عم تجرب تقلب مع السوق بشكل مفاجئ، هذا الشيء طبعا مزبوط، يعني هيك لازم تعمل بشهر ديسمبر. يعني اذا في حال كنت انت شاري، خلينا نقول على سبيل المثال بيع استرليني دولار ضرب لك ستوب، لازم تقلب شره معه. فبهيدي الحاله بتكون عم تقدر تقلص المخاطر، وبهيدي الحاله بتكون عم تقدر تقلب مع السوق لتستفيد من التقلبات. ولكن خطره شوي، وخاصه في شهر ديسمبر، يعني نحن هذا المركز الاسترليني دولار لو نحن في شهر جانوري او فبروري او حيال شهر من السنه ما كنا دخلنا فيه، لانه ما كان عندي الريجولر ويف. الريجولر ويف يعني لما يخترق قاع معين اوكي يعطيني اشاره بيع ومن ثم يرجع يرتفع. هذه الامور الريجولر او الغير اعتياديه فقط نراها في شهر ديسمبر. فانا بالنسبه لي هلا لازم اخذ وقف الخساره اوكي، ولازم اعرض هلا وقف خسارتي فوق اخر قمه موجوده عندي على استرليني دولاري، اللي هي القمه الموجوده عندي على مستوى ال 128 10 اوكي. ومضطر بهيدي البساطة أعرض وقف خسارة على 128 10، ولو حتى بدي أخذ وقف الخسارة أوكي. وطبعا يعني يكون عم بغلق المراكز على خسارة، لأنه ما ممكن أتحمل ارتفاع لمستوى ال 129 70، وخليني أكتفي بالأرباح على حساب الموجودة عندي وما أرجع أمحي الأرباح. خليني أقول فبهيدي الحالة طبعا وقف الخسارة ممكن يلمس هلأ، وأنا أكثر من سعيد أنه يكون عم بغلق وقف الخسارة على خسائر بقدر اتقبلها. هذا الشيء لازم يكون اساسي عندنا يا جماعه، يعني ان نحن طبعا نتقبل وقف خساره على بعض المراكز والصفقات المفتوحه، وليس الامتداد مع خلينا نقول اتجاه معاكس للسوق وان بتتكبد الخسائر بشكل اضخم واكبر. هذا الشيء طبعا اساسي لنقدر نكون متداولين ناجحين. يعني بكل بساطه قلت لكم هذا الريجولر ويف اوكي، يعني الشيء اللي عم بتكلم عليه. خليني بس وسع الرسم البياني لا يكون عندي بعض التحاليل، او خليني نقول الرسوم او المجال اكثر. انا كنت وصلت لهذا القاع اوكي، خليني افاجئكم شو كان تفكيري على استرليني دولار. انا كان تفكيري على انه خلصنا ويف سي على هذه القمه اوكي، وابتدينا بويف اي بثلاث موجات 1 2 3. ويف اي كنت حابب انه تمتد اكثر، ولكن كانت اكتفت بهذا المستوى، واتوقع انه طبعا بدايه اتجاه الهابط. فكان عندي ويف دبليو، لو اكتفينا بهذا القاع اوكي وابتدينا الارتفاع كانت هينه، دبليو اكس واي ما كنا دخلنا بمراكز بيع. ولكن مراكز البيع اللي دخلت فيه هو عند اختراق هذا القاع اللي هو امتداد هذه الموجه. هذه الموجه اللي امتدينا فيها بجلسه امس كانت اعطتني اشاره بيع، وهذه هي الريجولر ويف او الموجه الغير اعتياديه اللي ما بنشوفها. فنتوقع هلا انه ممكن نزور ويف اي عند مستويات ال 129 70 قبل ما نكفي اتجاه الهابط. يعني غلطنا بويف واحده، على كل الاحوال نحن بنعرض وقف خسارتنا طبعا، وبننتظر اذا تم اختراق اخر قمه بيرجع بيقلب السوق. هلا بالنسبه للعملات الاخرى الموجوده عندي، عند الدولار كاد كان ابتدى بموجه تصحيح بجلسه امس، ولكن رجعنا ارتدينا بكيعان جديده هلا ممكن نسجلها
في جلسة اليوم. عندي خلينا نقول دولار كاد كان وصل أو من القاع المستوى ال 131.50، ارتد لزيارة مستويات ال 132.13 132.20 وابتدينا بالانخفاض عن جديد. فبهذه الحالة طبعا مع اختراق هذا القاع الموجود عندي اللي سجلناه أمس، طبعا ممكن يكون عندي إشارات سلبية عن جديد لتتسجل عندي للدولار كاد ونبتدي بالاتجاه الهابط. وبهذه الحالة ممكن نتوقع ارتفاع ايضا لاسعار النفط، وطبعا العلاقة العكسية الموجودة عندي او النيجاتيف كورليشن الموجودة عندي، عم بتلاحظوا انه النفط عم بيشتغل على القمم. طبعا هذا الشيء منه كتير اساسي، انه هذا الارتفاع منه ضخم، هذا الارتفاع منه شيء طبعا لازم نحن ناخده ب ب ب اخذ بعين الاعتبار بشكل ضخم على انه هذه الموجه التصحيحيه قد انتهت، لا، ولكن اتوقع انه الموجه التصحيحيه اذا في حال بها تكفي ممكن تكون عم بتسجل لكم مكعان بهذا الشكل بشكل نفق ميل على ارتفاع، وطبعا ممكن نقدر نسجل موجه تصحيحيه لزياده مستوى ال 59. فاتوقع هلا انه اذا في حال زرنا مستويات ال 53 او ال 54 50 نرجع نبتدي بالانخفاض ونسجل خلينا نقول انخفاض لزياده مستويات ال 53 على جديد وارتفاع، ومن ثم انخفاض وارتفاع بهذا النفق الميل على الارتفاع، وبنكون عم نسجل هذه الموجه التصحيحيه بشكل بير فلاج. اوكي، البير فلاج هو لما يكون عندي شكل اذا بدكم علم بالاتجاه المضاد للاتجاه العام، وهذا هو يلقب بالكونتينيويشن ترند، وهذا هو البير فلاج اللي عم نتكلم عليه قبل ما نكفي اتجاه الهابط على المدى الوسط للطويل. اذا بدخل على خلينا نقول جوجل والرسوم البيانيه وبنشوف البير فلاج، طبعا هذا باترن او نمط اوكي ممكن نشهده على سوق الفوركس قبل ما طبعا نبتدي ب خلينا نقول اهو هذا البير فلاج. بير فلاج عم نشوف هو اتس برايس اكشن وذين كونتكست، عم نشوف انخفاض للاسعار اتجاه عام هابط ومن ثم موجه تصحيحيه بنفق ميل على ارتفاع، وهذا النفق ميل على ارتفاع يلقب بالبير فلاج او بالعلم، وطبعا ومن ثم اختراق وانخفاض بموجه اندفاعيه وتكمله اتجاه او كونتينيويشن ترند. انيشال فول يعني هذا الاتجاه العام الرئيسي وتكمله اتجاه العام الرئيسي من وراء هذه الموجه التصحيحيه. هذا البير فلاج ممكن نشهده على اسعار النفط وارتفاع خلينا نقول اسعار النفط بشكل بير فلاج او بشكل علم وتكمله اتجاه الهابط. هلا طبعا هذا العلم لا يمكن تحديد القمه اللي ممكن توقعها او للموجه التصحيحيه، ولكن ممكن نعرض فيبوناتشي من اخر قمه اوكي لاخر قاع وننتظر مستويات اقله 38% 50% لنبتدي بالاتجاه الهابط عن جديد. 38% بيسائب عن مستوى ال 60 50 وال 50% على 63 50، فنتوقع انه هذه المستويات هي المستويات المنتظره اذا في حد بفكر بمراكز بيع على اسعار النفط وبدايه موجه هبوط جديده. هذا بالنسبه لاسعار النفط. حدا حابب انه نقوم بتحليل الجي بي بي جي بي واي؟ استاذ عمرو تكرم عينك. طبعا جي بي جي بي واي او الكريزي كروس، حابين انه نشوف شو بنتوقع عليه. كنتوا عارفين انه انا رايي بالجي بي جي بي واي على انه اتوقع ايضا موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد لتسجيل مستويات اعلى مستويات ال 152. هل عم يتم تسجيل عندي مستويات مهمه جدا، وباخذ بعين الاعتبار على انه انفرس هيد اند شولدرز او نمط راس والكتفين عم بيتسجل عندي بشكل كثير هذه الايام، ومش بالضروره كثير ناخذها بعين الاعتبار لانه هذه الانماط مش ضروري تكون اكتيفيتد على طول، ولكن اللي بقدر لكم اياه انه طالما محافظين باسترلينيان على هذه القاعان الموجوده عندي اللي هي مستوى ال 142 70 143 70، هذه المستويات طالما محافظين عليها وما تم اختراقها بعد عندي بوتنشل وامل على انه نبتدي بالاتجاه الصاعد اقله لزياره النك لاين او الرقبه اللي هي خلينا نقول قرب مستويات ال 150 10 او 150 15، هيدي كاول هدف لنا، ومن ثم اذا في حال تم اختراقها بنكف اتجاه الصاعد لمستوى ال 152. بهذه الحاله بنكون سجلنا موجه رقم واحد من اخر قمه لاخر قاع، اي بي سي موجه رقم 2 وبدايه موجه هبوط رقم 3 بالاتجاه الهابط. فطبعا هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها مستويات مهمه جدا وفاصله بين السيناريو الايجابي والسلبي، ولكن هذا السيناريو اللي عم يعطينا او هذا النمط للراس والكتفين والانفرس هيد اند شولدرز ممكن يرجع نبتدي ارتفاع من هذه المستويات. ارتفاع استرلينيان من عم نتوقع ارتفاع الاسترليني مقابل الين الياباني، هذا طبعا بيعني ارتفاع الجي بي يو اس دي، وبالفعل طبعا بدا الارتفاع للجي بي يو اس دي، وممكن هذا الارتفاع يكفي لتسجيل مستوى ال 129 70، يعني ارتفاع بعد 170 نقطه من هون. ارتفاع 170 نقطه على استرليني دولار انت بتعرف شو ممكن يعمل بالكريزي كروس او بالجي بي جي بي واي، ممكن يرفعه 300 نقطه. اوكي استاذ علي صباح النور، اهلا وسهلا فيك. لكن ارتفاع استرليني طبعا ممكن يؤدي لارتفاع استرلينيان او الكريزي كروس، الكريزي الكروس المجنون.
هلا بالنسبه للامور الاخرى، كنا تكلمنا شوي عن العمليات الرئيسيه، الدولار ين ما عندي اي شيء عليه، ما عندي فرص استثمار عليه، عم تلاحظوا التقلبات بشكل ضخم، عم تلاحظوا انه ممكن يكون عندي ايضا خلينا نقول مثل الدولار كاد او مثل الاسترليني ولكن بالاتجاه المعاكس، المثلث ميل على ارتفاع او بيعطيني اشاره ارتفاع، ويف اي بي سي دي اي. اذا في حال ابتدينا بويف اي هلا ممكن من اخر قاع لاخر قمه عم نسجل مستويات هلا 76.4% تكون اخر قاع للدولار ين 112.70 قبل ما نبتدي بالارتفاع واختراق هذا المثلث. فاذا في حال نحن داخلين بمثلث وهذا المثلث ايجابي وكونتينيويشن ترند، خلينا نقول من هذا القاع لهذه القمه طبعا، ودخلنا بهذا المثلث اللي هو بيعطيني اشاره شراء، نتوقع انه مستوى ال 112.70 يكون هلا يعني قربنا عليها، تكون مستويات مهمه جدا للتثبيت وبدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد. ولكن ما عندي فرص استثمار، ما ممكن خاطر براس مالي وادخل مراكز شراء مقابل انخفاض ضخم مثل ما عم نشوفه امامنا بالدولار ين. يعني لما يكون السوق عم ينزل وطبعا مثل سكين نازل، ما في انا مد ايدي تحته واجرب انه طبعا خلينا نقول اقدر القط هذا السكين، فطبعا خطوره مرتفعه جدا والفولاتيلتي والتقلبات مرتفعه، ولكن ممكن يكون عندي هذا السيناريو وبدايه ارتفاع. طبعا ارتفاع المؤشرات الامريكيه بتدعم ارتفاع الدولار ين لانه عندهم بوزيتيف كورليشن وعلاقه ايجابيه، ولكن طبعا بالوقت الحالي عندي تثبيت ثلاث قمم على الاس بي 500، اتوقع انه لازم نبتدي بموجه انخفاض وتصحيح قبل ما يتم اختراق هذه المستويات المهمه جدا او الميجر ريزيستنس. يعني عندي ثلاث قمم على نفس المستوى، فبهيدي الحاله اصبحت مستوى او مقاومه رئيسيه على الاس بي 500 وعلى المؤشرات الامريكيه لتكمله اتجاه الصاعد. اوكي، فطبعا انا بتمنى لكم نهار مثمر. استاذ حميد صباح الخير. للاشخاص اللي دخلوا هلا بتمنى انكم ترجعوا تعيدوا الجلسه من البدايه لتشوفوا شو راينا بالسوق، وانا بتمنى لكم طبعا نهار اكثر من رائع. ما تنسوا تدخلوا على مدونه تكمل، هلا كنت تكلمت على الاستثمار الدولار ب خلينا نقول مقال كنا كتبناه هلا على مدونة تكمل. اوكي، وطبعا ما تنسوا تدخلوا على هذا البلوج لتقدروا تشوفوا ابرز التحاليل والافكار اللي عنا اياها على سوق الفوركس. اوكي، انا طبعا بشوفكم بجلسة بعد الظهر عندي اليوم استراتيجية التداول الساعة 6، ما راح يكون عندي جلسة بعد الظهر بجلسة تعليمية، راح يكون عندي جلسة تداول خلينا نقول او شرح استراتيجية التداول اللي هي استراتيجية الكسر السعري. اوكي، وبهيدي الحاله طبعا الساعه 6 انا بشوفكم، ما تنسوا طبعا تابعونا بهذه الاستراتيجيه وفوتوا على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك كرمال تسجلوا بهذه الاستراتيجيه. اوكي، اللي موجوده عندي طبعا موجوده، خليني افرجيكم اياها على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك اللي هي فيها لينك. اوكي، او طبعا ممكن تضغطوا عليه وتسجلوا ايميلكم وتعملوا ماكسيموم داونلود لجو تو ويبينار اللي هو اصلا لازم يكون موجود عندكم. يعني جو تو ويبينار هو من البروجرامات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندنا. اوكي، طبعا كرمال متابعه معظم الاجتماعات اللي بيكونوا عم بيقدموها الشركات الماليه، اوكي، ان كان نحن او غيرنا حتى. فطبعا يعني على صفحة العربية على فيسبوك بتلاقوا هذا البلوج او هذا المنشور طبعا اللي هو ممكن تسجلوا من خلاله، كنت فرجيتكم اياه ولكن رح ننتظر هذا الصفحة لتفتح ايضا من وراء النت البطيء الاكثر من بطيء عنا، ولكن شو بدنا نعمل، مجبورين نتحمل شوي صغيرة اخ. اوكي، فهذا المنشور اذا بتضغطوا عليه في لينك ان شاء الله يفتح اليوم. اوكي، يعني على امل انه هلا وصلنا للمنشور. هذه استراتيجيه كسر السعر فيها ثلاث مؤشرات بدمجهم سويا اللي هي مؤشر البارابوليك اس سي ار، مؤشر التمساح، ومؤشر البولينجر باندز. باخذ التاكيد على الكسر السعري، باخذ وقف خساره، وايضا باخذ خلينا نقول هدف لالي. هذه هي ندوتنا الالكترونيه مباشره بديسمبر 4، يعني باليوم بالساعه 6 بتوقيت جرينتش بلس 2. اوكي، فهذا الرابط اللي بتدخلوا عليه و طبعا بتسجلوا كرمال هذه الجلسة اليوم. أنا بتشكر وجودكم ودعمكم لإلي بشكل يومي، وما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو الصباح من شركة تكمن مباشرة. كان معكم المحلل التقني جوزيف ظهري، إلى اللقاء.